بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع فيديوهات التزايد والمقارن دائما مع قوى عدد حقيقي موجب تماما. اليوم في هذا الفيديو بإذن الله راح نحل تمرين رقم 3 الموجود في كتاب مدرسة صفحة 134، ونزيد نحل معه تمرين خارجي، أي تمرين مترجم من اللغة الفرنسية. نبدأ بالتمرين رقم 3. قال لك اكتب على أبسط شكل ممكن الأعداد التالية. نبدأ بالعدد A. A أعطوه لنا يساوي 5 أس ناقص 1 على آلان 5. إذن نتذكر واش قلنا في الفيديو الأول، أن A أس X تساوي أسية X آلان A. يعني هذه نتذكرها مليح، حيث A عدد موجب تماما. يعني هات العلاقة نتذكرها مليح، صح. إذن راح نطبقها. إذن هذه العبارة تكافئ أن A يساوي، يعني نطبقها هنا، يساوي ماذا؟ يساوي أسية X. X هي هذه كامل، والأ هو هذا 5. X تساوي ناقص 1 على آلان 5، والأ تساوي 5. إذن تساوي أسية X، يعني أسية ناقص 1 على آلان 5 A، يعني في آلان A. آلان A الأ هو 5، إذن في آلان 5. إذن هنا لدينا طلبة نقدر نختزل ألان 5 مع ألان 5 واش تولي لي. إذن تصبح لي A تساوي أسية ناقص 1، أي تساوي 1 على الأسية. هذه بالنسبة لي A كملنا معها. ننتقل الآن إلى B. B واش قال لك؟ قال لك B تساوي 2 أس 1 على آلان 8، صح. انتبهوا مليح. إذن هذه تكافئ أن B تساوي أسية X. أسية X لي أسية X لي 1 على آلان 8 في A، في آلان A، أي في آلان 2. في آلان 2 لاحظوا أنه شيء سهل جدا جدا. كنا كذلك شفنا واحد في الآلان، أي من خواص الآلان، أن آلان A أس N تساوي N، عفوا N آلان A، صح. هذه وين نطبقها؟ هذه نطبقها على هذه آلان 8. نطبقها وين؟ على آلان 8، حيث آلان 8 تساوي آلان 2 أس 3، ومنه تساوي 3 آلان 2. أخي هاك صح. نواصل. إذن نواصل. B تساوي ما؟ تساوي 1 على 3 آلان 2 في آلان 2. آلان 2 تروح مع آلان 2، أي تساوي، أو نكتبها هنا، B تساوي ماذا؟ تساوي أسية، هنا مانيش ناسي حاجة، أو هنا ناسي أسية، نسيتها عفوا، سمحوا لي هنا، أصبر سلكموا الحالة، لا، ولا أسية، صح، تساوي أسية الثلث هكذا، أو تساوي، هنا كذلك عندنا حاجة أخرى نتذكرها، اللي هو الجذر النوني، الجذر النوني، حيث أن جذر إكس، الجذر النوني هكذا، يساوي يساوي ماذا؟ يساوي إكس، هذه آن، هذه آن، أو يبلوكي للقلم على ذلك اللي راهو
واحد على أن صح. إذن هذه الجذر أنوني أي ونسموها راسين أنيم، حيث أن يكون أكبر أو يساوي الإثنان. مثلا نعطي لك بعض الأمثلة، مثلا نقول لك جذر ثلاثة يساوي ماذا؟ يساوي ثلاثة أس النصف، لأن هنا هذا الجذر مربع، هذه إثنان مربع ما نكتبوش الإثنان. مثلا نقول لك جذر سبعة، جذر خمسة تساوي سبعة أس واحد على خمسة. هذه أمثلة. عندنا كذلك عبارة أخرى اللي هي أي إكس أس أن تساوي إيكغريك، هذه تكافئ ماذا؟ تكافئ أن إكس يساوي جذر إيكغريك للجذر النوني. هاي صح، حيث إكس وإيكغريك يكونوا موجبان. متفاهمين؟ صح. نواصل. إذن إحنا هنا أسيت واحد على أن، نطبق هذه العلاقة، إذن تساوي ماذا؟ تساوي جذر أسية أي الجذر التكعيبي للأسية. متفاهمين؟ صح. نروحوا لعبارة سي. سي تساوي خمسة أس واحد الآن 25. صح. إذن هذه تكافئ ماذا؟ تكافئ أن سي يساوي أسية واحد على آلان 25 في آلان 5. صح. حد الآن أنا متفهم. إذن سي تساوي أسية واحد على، حيث لاحظ أن أي آلان 25 تساوي آلان، نطبق هذه الخاصية، آلان 5 أس 2 أي تساوي 2 آلان 5. صح. إذن تساوي 1 على 2 آلان 5 في آلان 5، آلان 5 مع آلان 5، إذن تصبح سي تساوي أسية النصف، ومنه تساوي جذر التربيعي للأسية. هذا بالنسبة للتمرين رقم 3. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني، وهو تمرين باللغة الفرنسية. قال لك simplify les expressions suivantes، يعني بسط العبارات التالية. هذا مكان عندنا العبارة الأولى، هنا قبل ما نستعمله لاحظ جذر جذر جذر، إذن هنا راح نستعمله العبارة اللي ذكرناها سابقا، وهي عبارة الجذر أي الجذر، هذه تسمى الجذر النوني للعدد X، الجذر النوني للعدد X، حيث تسمى X أس واحد على N. صح. ولاحقا إن شاء الله راح ندرس الدالة الجذر النوني، وبعد إن شاء الله في فيديوهات راح ندرس الجذر الدالة النوني اللي هي F لX تساوي الجذر النوني لX. هذه تسمى الجذر النوني، الدالة الجذر النوني، وهي معرفة على المجال صفر وزائد لا نهاية، إن شاء الله سنتطرق لها. إذن نبدأ بالعبارة الأولى، وهي جذر ثلاثة في جذر أربعة ثلاثة أس ستة تساوي ماذا؟ لاحظ ما علينا إلا نطبق هذه الخاصية، ثلاثة هذه مربع، إذن وتساوي ثلاثة أس واحد على اثنان في ثلاثة أس ستة أس واحد على أربعة. إذن أعتذر عن هذا الخبيط، أرى كأن بناء راهو الفوق عند جاري، يا إما يحبس هو يا إما أنا، أما لا قلتنا ما نحبس نخدمه للزوج، هي هو راهو يخدم وربي يعاونه.
إذن تساوي ماذا؟ تساوي ثلاثة أس واحد على اثنان. هنا راح نطبقوا العلاقة اللي تقول الخاصية اللي تقول أ أس إكس الكل أس إجراك تساوي أ أس إكس إجراك، ذكرناها بالفيديو السابق الخاصية رقم خمسة، صح؟ إذن في ماذا؟ في ثلاثة أس ستة في واحد على أربعة، يعني ستة على أربعة كي نختزلهم تولي لنا ثلاثة على الاثنان، صح. هنا كذلك راح نطبقوا الخاصية رقم اثنان اللي هي أ أس إكس في أ أس إيكغريك تساوي أ أس إكس زائد الإيكغريك، هذه خاصية رقم اثنان، صح. إذن تولي لنا ماذا؟ تولي تساوي ثلاثة أس نصف زائد ثلاثة على الاثنان، أي تصبح لنا تساوي ماذا؟ تساوي ثلاثة أس أربعة على اثنان، أي ثلاثة أس اثنان، ومنه تساوي تسعة. هذه العبارة الأولى، لاحظ أنها سهلة جدا جدا، صح. ننتقل الآن إلى العبارة الثانية اللي هي طولنا أي جذر تربيع لإكس في جذر أربعة لإكس على جذر تكعيبي لإكس. هنا في الحقيقة كاين اثنان، دائما دير في بالك باللي اثنان ما نكتبوهاش في الجذر التربيعي، صح. إذن تساوي نخرجهم كامل من تحت الجذر، إكس أس نصف في إكس أس ربع على إكس أس الثلث، لاحظ. إذن هذه واش تولي تساوي؟ تولي تساوي إكس أس النصف في إكس أس الربع في إكس أس ناقص الثلث، لأنها كانت تحت، كانت في المقام، صح. إذن نطبق هذه العلاقة تاع أ أس إكس في أ أس إيكغريك تساوي أ أس إيكغريك إكس زائد إيكغريك، يعني الخاصية الثانية، صح. إذن تساوي لنا ماذا؟ تساوي إكس أس نصف زائد ربع ناقص الثلث. نوحد المقامات لهنا، أي المقام المشترك اللي هو 12، إذن تصبح لنا تساوي إكس أس خمسة على 12، ومنه تساوي جذر 12 لإكس أس خمسة. هذا المكان. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.